مساكم خير. كلنا نعرف بأن الفينيرز أكثر العلاجات التجميلية للأسنان انتشاراً بين الناس، يمكن لأنها مصممة لتجعلنا أجمل ونشعر بالراحة أكثر، وتشعرنا أيضاً بالثقة بالنفس أكثر، وأيضاً بابتسامتنا. ولكن من قبل 10 سنوات انتشرت أيضاً الفينيرز، ولكن اليوم تغير العديد من الأشياء في الابتسامة، وخاصة من ناحية الفينيرز واللي هي شفافية الأسنان، العضة، في بعض الأحيان اللون، وأيضاً شكل الأسنان اللي كانت يمكن قبل تبين فيك، ولكن اليوم أصبحت تبان طبيعية أكثر. أنا من هذيل الأشخاص، سويت ابتسامة تقريباً من 10 سنوات. اللي اختلف اليوم ناحية اللون، الشفافية، يمكن صارت تبان طبيعية أكثر. احترت شوي وين أروح، وين أسوي أسناني الجديدة، وخاصة موضوع الفينيرز، ولكن ثقتي كانت في محلها. اخترت عيادة سيجنتشر بلس في القرهود مع الدكتور محمود زاهر. خلونا نشوف ابتسامتي الجديدة وهذا اللقاء. مرحب فيك فادي عثمان اللي بأسرار الجمال اليوم. أهلا وسهلا. بداية يعني نحن نتعرف اليوم على سر من أسرار الجمال، وهو يقولون بأن جواز مرور لقلوب الآخرين اللي هي الابتسامة. كيف تصنعون الابتسامات في هذا المكان؟ طبعا التقنيات كلها تغيرت وتطورت مع تطور الحضارة والدنيا وكلها. صار نحن عنا هلأ تقريبا يعني أكثر الشغل هو ديجيتال، من ساعة ما بناخد الطبعة عن طريق الكاميرا بينتقل للكمبيوتر للبرينتر، بيروح بعدين على الرو ماتيريال، وبعدين بفوت انه مخبري الاسنان او الديزاينر بيساوي الفاينل تاتش اللي هي الالوان الجديدة. كمان تطورت، صارت الجلاس نانو تكنيك، الاوبال تكنيك، هي كلها انه مواد طبيعية بتطفي طبيعة وناتشوراليتي على الابتسامات الجديدة. جميل. تقريبا من سنوات لليوم وايد طرا تغيير، وايضا تقنيات وايده بموضوع الفينير، واصبح اليوم يمكن الابتسامه اكثر طبيعيه. شو الفرق بين الفينير القديم والفينير اللي تسوونه الحين؟ طبعا هو برجع بقول لك في قسم طبي وفي قسم تجميلي. صحيح. انه القسم الطبي كانت يعني انه اغلب عمليات الفينير كانت انه تدار عن طريق المانوال او عن طريق التقليدي. نعم. اللي هي عن طريق اليد. هلا طبعا انه اليد بلشت تختفي وبلش يكون مكانها السكانرز، الكاميرات اللي هي ديجيتال، انه برينتينج، هي كلياتها انه حلت محل الايد، وبالتالي حتكون دقتها كتير انه كثير اهم من دقه الايد. نعم. اوكي، وتقاس انه حتى هي تقاس انه بالمايكرون انه كدقه. اوكي. طبعا كتجميل صار في طبعا اجهزه جديده، وصار في الوان جديده، صار في اسمه شيء اسمه الاوبال، شيء اسمه النانو، فهي كلها بتعطي يعني اكثر ناتشرال للابتسامه، او بتعطيها طبيعيه اكثر للابتسامه. صحيح. خبرني عن حالتي أنا بالذات. أوكي. اللي هي الابتسامة ما كانت وايد عايبتني، ولكن أنا توجهت لسيجنتشر بلس علشان تسوي في المختبر ابتسامتي الجديدة. طبعاً هلأ نحنا طبعاً لما جيتي أنتي كان في عندك شوية مشاكل طبية وتجميلية. نعم. طبعاً هلأ هي حلوة، كانت التجربة عليكي أنت بالذات. نعم. فكانت هي حتكون إن شاء الله تجربة حلوة حتى للمشاهدين إن شاء الله. طبعاً السر كله بهي العلبة عشان ما نطول على الشباب. أوكي. والصبايا. هي الابتسامة تبعي، هذه أسناني. يس. الجديدة. هذا هو الديمو 6D. أول شيء الأسنان الشيب مالها حلو، وأنا كنت وايد حابة أسوي الضروس اللي قدام شوي أطول، الربط سبايك. هلأ أوكي، هلأ سويتولي إياها. اوكي، مثل ما انت ملاحظه التو سنترال هذا ديزاين الروبيك سمايل. صح. اوكي، وعندك التو كيناين بيسموه التايجر او المخلب. نعم. فعندنا التو سنترال طوال، بعدين بيجي اللاترال قصير شوي، وبيجي صحيح. النابات التايجر ديزاين. نعم. هذا هو الديزاين اللي نحن لقيناه بناسب لون وشك وشخصيتك، وهذا اللون ايضا مناسب للون. ديزاين جريء. نعم. لا صبيه جريئه ان شاء الله. السؤال، الفرق كان قبل في موضة أسنان، لأن قبل كان الموضة أن تسوي كل الأسنان طول واحد، اليوم نشوف
الأسنان، في ربط ستايل، في التايجر ستايل، شو الفرق؟ هل في موضة؟ أول كانوا الأسنان يسوى صف واحد، صح، ولون واحد فعلا، وتقريبا شكل واحد، صح. أوكي؟ طبعا كانت التقنيات جدا بدائية، كان لسات العلم بأوله. نعم. هلأ برجع بقلك مع تطور العلم وتطور حتى خامات الرو ماتيريال اتطورت. نعم. صارت تتاخذ هلا من صخور طبيعيه، صارت تفوت فيها الوان جديده اللي هي الوان البينك الفاتح، الوان الازرق الفاتح، هذا نعم. كله ما كان موجود اول. فالتقنيات صارت احلى، وان شاء الله بتاخذي ابتسامه حلوه بتضلها معك بقيه حياتك. فادي عثمانية شكرا لك، ولي المختبر التابع لسيجنتشر بلس واللي هو داخل العياده، يعطيك الف عافيه. انا ببدا تركيب لانه وايد متحمسه الحين، بتوجه لدكتور محمود، صح؟ لحظات وبتشوفوني مع دكتور محمود، يعطيك العافيه. شكرا. يا هلا ومرحب فيك دكتور محمود زاهر في اسرار الجمال اليوم. اهلا وسهلا فيكم، شرفتوني. يا هلا ومرحب فيك دكتور. قبل كنا نقول بان الفينير القديم المفروض انه يتغير لعده اسباب، ولكن اباك تعرف المشاهدين شو هي الاسباب العامه اللي الاشخاص اليوم يغيرون ابتساماتهم والفينير الجديد. تمام. بالنسبه للفينير القديم في عندنا مشكلتين فيه، وسببين رئيسيين لتغييرهم. نعم. المشكلة الأولى أنه نحن عم يصير عندنا تسوسات بين الأسنان، لأن ما كان عم يغطي نوعا ما بين الأسنان، فراغات بين الأسنان، فراغات عم يسبب تسوسات ما بتكون مرئية بالنسبة للشخص. نعم. فنحن كأطباء بنقدر نشوفها من خلال الفحص السريري ومن خلال صور الأشعة. نعم. الناحية الثانية أنه علاقة الفينير القديم بالنسبة للسة ما كانت جيدة. نحن هلا صرنا بنحرص بشكل اساسي على هذا الموضوع. نعم. لانه مشاكل مع اللثه هي اللي عم تسبب الروائح داخل الفم. دكتور محمود، بالعاده اكون انا موجوده في المكان، ولكن موجوده ويانا حاله علشان اعالجها او نجملها اكثر، ولكن اليوم انا الحاله علشان شي مضطرة ان انا الحين اشكرك ونبدأ، لان عقب شوي بيكون اسناني مبنجة، لثتي مبنجة، ما بقدر اتكلم. يعطيك الف عافية دكتور محمود زاهر، مركزكم نورتنا، يعطيك الف عافية في اسرار الجمال. يلا نبدأ. نبدأ. متحمسين؟ انا ما كنت متحمسة. اكيد بس شوفيها انبسطي كتير. هلا نحن اول شيء حنخدر اللسة بالسبراي بخاف، بعدين رح نعطي انجكشن علشان احنا كل شغلنا حيكون من غير اي الم ان شاء الله. بعدين حنشيل المؤقت، بعد ما نشيل المؤقت حنجرب الاسنان الفينير ورح ننظف الاسنان، بعدين حنبلش الالصاق ان شاء الله، وهلا حنبلش. تمام. وهيك نكون وصلنا للمرحلة النهائية من تركيب الفينيرات، وما علينا غير هلا انه نعطيها التعليمات بخصوص الفينيرات، ومن بكره ان شاء الله بترجع لحياتها الطبيعية. واهم شيء الاهتمام بالفينير من خلال التنظيف بالخيوط العادية والخيوط المائية، بالإضافة لتفريش الأسنان، والأهم من هيك انه هي لازم تراجعنا كل 3 أشهر لحتى نحن نشيك ونفحص الفينيرات ونقوم بتنظيفهم كل 3 أشهر. وهيك نكون خلصنا، وان شاء الله تكون انبسطت معنا وحصلت على النتيجة يلي كانت بتتوقعها، وان شاء الله احسن. مصممة ازياء تواكب الموضة بشكل جدا جميل، ولها خط خاص فيها. الجميل بتصاميمها بأنها تحاول أن تبرز أنوثة المرأة بشكل غير مبالغ فيه، وهي برأيها أن المرأة تكمن أناقتها باختيار ما يناسبها. مصممة الأزياء سمر أبو زيد أول خط أزياء وكولكشن لها، خلونا نتعرف عليها في هذا اللقاء. يا هلا مرحب فيك سمر أبو زيد في أسرار الجمال لليوم.
يا اهلا بيكم كلكم والله. نورتي. سمر يعني انت عندك براند جديد اللي هو فلات وايت، خبرينا اكثر من انه استوحيتي الفكره وشو معنى وليش اخترتي فلات وايت بالذات؟ فلات وايت يعني لي اكثر من حاجه. اول حاجه لانه اسمه مركب، فلات يعني مسطح من اوله، يعني انت لو بتبص على حاجه فلات شايفه كلها، شايفها من اولها لاخرها، فما فيش اعاقات للرؤيه. وايت بمعنى نقاء مش معنى اللون، يعني ده قلبه ابيض فمعناه ان هو نقي من جوه. فعجبنا التركيبه اللي هو يبقى فلات فيري سمبل ونقي في نفس الوقت. فالتركيبه تاني حاجة هو نوع من أنواع القهوة اللي بنشربها. بصراحة كان يعني دايما بطلب، مثلا لما بروح أي مكان بطلب كابتشينو دبل شوت، بكل مرة أقول كده لغاية لما نزلوا الفلات وايت وأنا حاسة أن أنا اللي اخترعته. هو زي كابتشينو بس فيه 2 شوت للإسبريس، فحسيت أنه أنا ارتبطت بفلات وايت ده وبيحطيني في مود لطيف. فانا اتمنى ان حاجتي تحط تحط السيده في مود لطيف برضو. نعم. الفكره هذا اول كولكشن لك صح؟ ايوه اول خالص. طيب السؤال، كيف اكتشفتي موهبتك؟ والله كانت من فتره كده كنت حابه اعمل شنطه. فكانت البدايه من دخول الفاشن من الشنط، وحضرت معارض كتير ورحت مصانع في إيطاليا وفي مصر وفي دبي ولفيت كذا حتة، بس طلع قدامي كم إعاقة كده إنه مش عارف أنفذ اللي في دماغي. يعني أوكي. مع إن أنا الديزاين بتاعي very simple، الديزاين بتاعي إنه هو الشنطة اللي بتحط فيها كل حاجة وإنتي وستيل شكلها حلو، شنطة عملية حلو عملية كل البنات، موبايل والتشارجر واللابتوب. فكم مرة كم مرة أحاول، الفنش كان بيضايقني ووصولي للجلد اللي أنا عايزاه. فدخلت التحقت بجروب كده في الفاشن، في كورس وكلهم فاشن ديزاينرز لعبايات وملابس، وبصراحة جروب أكتر من رائع. أنا حاسة أنه هو يعني ربنا بعتهولي إن هو زقني وقال لي سمر أجيلي شوية الشنطة وستارت في الثياب لغاية ما تحسي بالوضع إزاي الموضوع بيشتغل. بصراحة كان ليهم فضل كبير، شجعوني ولقيت نفسي لقيتي الثياب. ولكن السؤال، من وين استوحيتي أفكار الثياب التصاميم؟ أيوة، التصاميم كانت من الشنطة اللي أنا كنت بعملها من الأول. أوكي. الشنطة كانت عبارة عن يعني مستطيل كده وفيها خط واحد بس، الخط ده هو البوكيت. فقلت خليني زي ما انا ما غيرش وعملت نفس الحكايه الديزاين. نعم. ستريت لاينز وفيها خط. اوكي. ايوه مثل هذه، هذا هو الخط بالضبط. اوكي. يعني بس اذا يعني خط بسيط استوحيته من الشنطه اللي انا عملتها قبل كده. اوكي. بس انت سويتي الشنطه ولا بعدش؟ عملتهم بس يعني من فترة. من فترة. طيب خبرينا عن الألوان. أنا أحس موجود هني 3 ألوان اللي هو ذهبي أسود جراي. بالزبط. ليش بس 3 ألوان بالكوليكشن الجديد؟ والله أنا قلت عايزة أبدأ لينن، بس كنت عايزة قماشة هي اللي تنطق الموضوع. تتكلم عن نفسها بروحها. بالزبط. على... نعم. بالزبط. فلفيت والحمد لله توفقت في قماشة اللي هي اللينن، بس فيها خطوط مختلفة عن اللينن السادة. يعني أنا كانت عجباني الخطوط اللي هي منها فيها دي نشوفها. التكتشر بتاع هي هذه خطوط بالطول تقريبا وبالعرض. بالضبط. بالضبط. ليش اخترتي هالقماشة اللي إنها مش سادة وايد؟ يعني كنت عايزة أعمل شوية اختلاف عن اللينن العادي اللي احنا أوكي. بنشوفه في السوق. القطع اللي عندك وايد سامبل، بس تلعبين في نوع القماشه نفسه مثل ما ذكرتي الحين. التميز فيها احس والخط أيضاً اللي قلت لك عليه. حتى الخط موجود هنا اللي أيوة. انت حابه ان تحطينه فيه. هتلاقيه هنا مثلا حاطه يعني انت لابسه من تصاميم. أيوة. حلو. فتلاقيني الموضوع يعني ممكن يكون انت شايفاه القميص اكيد شايفاه قبل كده.
فعلا. بس قمت مزودة هنا خط البنطلون، مزودة هنا خط نفس الفكرة. تحسينا شوي سبورت، أعطينا الشكل السبورتيف صح؟ بالضبط، يعني أنا حابة تبقى القطعة ممكن تستخدميها رايحة الصبح تشربي فلات وايت مع أصحابك، ممكن على هاي هيلز يستوي بعد ممكن السهر. عندك قطعة مثل اللي وصفتي الآن اللي هي نفس تقريبا عبا، بس ممكن أنه تنلبس تحت جينز بالضبط، بس شكلها وايد حلو وغريب، خبرينا عنها أكثر. دي برضو لينن، لينن أسود، بتلبسيه على جينز ممكن أو بنطلون على أسود أو على أبيض. كل الموضوع فيه اللي هي الهودي أو الكابيشو اللي ورا ده، هو الخط اللي هو بقولك عليه حطيته صح. وده دي عاملة سيجمنت كده غريبة، يعني مديالك مديالك شكل مختلف خالص صح. يعني انت لو اسود اسود او لابسه جينز وحطيتيها هتلاقي ناس بتسالك ايه ده. بالنسبه للمراه الممتلئه او الكيرفي شو يليق عليها؟ يليق عليها اللوز، وكيف من ممكن ان تلبسها تبان اضعف شوي؟ والله تلبسه وبتقفله، بس ما يعني الاحسن ما تحطش تحديد بحزام بأي حاجة تحدد المنطقة، تخليه لوس نازل عليها، هي هتكون شايلة القطعة، فالقطعة هتكون واضحة عليها أحسن. نعم. سمري أبو زيد متملاش كل التوفيق في هذا الكوليكشن الجميل، فعلاً أبدعتي، ويليت لو من زمان داخلة مجال التصوير. حبيبتي شرفتوني ونورتوني، وإن شاء الله أنا حاسة أن أنا مش مطلعة كل اللي عندي، بس كبداية ان شاء الله تكون كويسه، وان شاء الله كده اقابلكم قريب تاني واكون عامله حاجات ان شاء الله بانتظار كل تصاميمك. حبيبتي ربنا يخليكي. ثانك يو. مشاهدينا فاصل، عقبها مستكملين وياكم فقرات برنامجنا، خلكم ويانا. يكمن الهدف من تقديم الهدية، وخاصة إذا كانت مقدمة للأم، هو تعبيراً منا لحبنا لها أو لإسعادها، أو في بعض الأحيان في يوم الأم إن نخبرها أو نوصل مسج لها بأنها مهمة جداً في حياتنا. الفكرة من الممكن أن يقع بعض الأبناء بخطأ معين، من الممكن أن يكونون الشخصين في وضع محرج. تعرفنا مع خبيرة الإتيكيت الأستاذة ندى فنري على بعض قواعد الإتيكيت في تقديم الهدية للأم أو للعمة في هذا اللقاء. يا هلا مرحب فيك خبيرة الإتيكيت ندى فنري في أسرار الجمال لليوم. أهلا وسهلا بك مروة، أهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام. نورتينا ندى. بداية شكرا ندى. بداية يعني يوم نقول بأن فعلا في قواعد إتيكيت لهدية الأم، تحسين أنه في شيء غريب أنه فعلا في قواعد الإتيكيت بين الولد وأمها أو المرأة وأمها؟ هلا لأنه نحن نعترف أنه الإتيكيت هو السلوك الراقي، فالسلوك الراقي مع نفسي، مع الآخر، مع الأهل، مع أي حدا، حتى مع الأم. نعم هناك إتيكيت مع هدية الأم، وهو المهم أني أعبر عن الحب، عن السعادة، عن الرضا بطريقة راقية. صحيح. أترك بسمة حلوة من السنة للسنة اللي بعدها إن شاء الله. طيب كيف من الممكن أن نحن نعبر عن طريق هدية لحبنا للأم وفقاً لقواعد الإتيكيت؟ هلا الام بتعرفي انت قديش مجرد صوتها بالبيت قد ايه بيعني لنا سعاده. اول ما ندخل من البيت نسال عن الام، وقد ايه نحن كمان بنراقب، كانت نحن وصغار هي تراقب حركاتنا، لما كبرنا صرنا نحن بنراقبها، فنحن صار بدنا بهيدا اليوم بالذات نعبر لها عن شيء، عن قد ايه نحن سعيدين بوجودها، قد ايه بنحبها، قد ايه بنفهم عليها. صح. فطبعا في هدايا لعيد الام للاتيكيت، الهدايا تتناسب مع شخصيه الام. نعم. بعض الامهات بتحب الهدايا الماديه، بتحس انه هي طريقه الحب تبعها تفسيره مادي. نعم. بعض الامهات بتحب الهدايا العاطفيه، اللي انك تتعشي انت وياها برا، انك تظهري انت وياها، تجتمعوا العيله كلها. صحيح. بعض الامهات بتحب انه يعني تكسر الروتين، تطلع من العالم اللي هي يوميا فيه. نعم. فكمان انا لما بدي اختار الهديه للام بدي اكون عارفه كيف بدي اخليها سعيده لهذا اليوم. في بعض الاحيان ممكن يكون العمه اللي هي الحماه للمراه يعني بمثابه الام. صح. ولكن هل المفروض انا اذا حابه اهدي امي هديه او العمه هديه تكون بنفس القيمه الماديه لهم، يعني نفس الهديه؟
ممكن كتير إذا كانت أنا يعني هدية بشكل عام ما لها خاص جدا تكون متشابهة أو بنفس القيمة أو متماثلة بالحجم أو بالنوع أو حتى بالقيمة المادية. نعم. إذا كانت هدية غير شخصية، أما الهدية الشخصية لا، أنا ممكن ميز إنه ماما بتحب هيك والعمة بتحب هيك، عرفتي كيف؟ الأهم مين بدي زور أول؟ بزور اللي هو أبعد. نعم. اللي هو أبعد، أمي أبعد أو حماتي عمتي أبعد، أنا بزورها بعدين برجع للي بيته أقرب إلي مشان استمتع. طيب السؤال، في بعض الأحيان الأشخاص الزوج والزوجة تصبح في أو تنشب بعض المشاكل اللي هي يزور أمه أو أمي، أمه أو أمي، صح؟ من ناحية الاثنين، ولكن كيف من الممكن أنت تقولين أن القاعدة الأبعد فالأقرب؟ يعني لأنه هو الاتيكيت تسهيل الحياة. ليش صار في قواعد صعبة؟ أي ليش هو صار في قواعد للسلوك؟ هي لبناء جسور تواصل مع الآخر لتحسين العلاقات. فأنا لما بسهل على نفسي هو الأبعد وبعدين إني الأقرب لحتى أرجع على بيتي وأنا سعيدة وأحتفل بنفسي كمان، يمكن أكون أنا أم، عرفتي كيف؟ فهي الفكرة ما لازم يكون يوم خلاف، لازم أنا لاقي نقاط التقاء بهذا اليوم لحتى متفقين عليه كيف بدنا نقضيه. الأهم أشعر بإني أنا بدي أبصم حب، بدي أبعث رسالة ود لأمي ولأمه، أن وجودهم جداً مهم بحياتنا، صحيح؟ جداً مهم، جداً مهم فعلاً. في أخطاء ممكن يقع فيها الأبناء بموضوع الهدية اللي تحرج الأم وتحرج الأبن، شو هي؟ هلأ يعني مثل عم قلك، إذا أنا حسب عمر الأم، يعني في أحياناً أعمار صغيرة وأنا بحب كبرها، فبتحس الأم أنه لا ما وصلت لهي المرحلة. نعم. أحياناً بيكون هدية غير يعني رمزية، فبتحسي أنه بتحرج الأم، أنه يعني كأنك أنت ما بذلتي مجهود ولا فكرتي ولا لفيتي الهدية ولا عبرتي. أنت لاحظتي مروة على وسائل التواصل الاجتماعي الآن الأولاد عم يعملوا فيديوهات بيجمعوا صورهم هن وصغيرة، صورهم مع أمهم وصورهم مع أغاني، ففي بعض الإحراج أحياناً بيحطوا صور الأم غير رضيانة عنها أو بيحطوا هدايا أو بيتباهوا بنوع الهدية. فنحن مشان ما نسبب الإحراج حطوا الصور اللي هي فيها اجتماعات عائلية حلوة ما فيها خصوصيات، فيها ما فيها خصوصيات، ونختار الصورة اللي الأم فيها مبتسمة. يعني أنت كتير بتحبي إنه حدا يحط لك صورتك وأنت بأفضل حال، بأجمل حال، ما حط ماما بمستشفى، ماما بمكان بسفر، مكان يعني عرفتي كيف. نعم. دائما الإنسان صار بيحب إنه يظهر بأجمل صورة بأفضل فعلا. صورة. فأنا كولد أو كبنت بحب إني أظهرها بالطريقة اللي هي بتحبها. نعم. فأنا هيدا كتير مهم بلي. نفس الوقت الهدية لازم تكون فعلا لها يعني إحساس إنه بيفهم ابني علي، عارف شو بدي. فعلا مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت اليوم مكان لي خلينا نقول نعبر عن مشاعرنا في الصادقة في بعض الأحيان، وخاصة إذا كانت للأم. ولكن في أشخاص ينتقدون الموضوع وخاصة في يوم الأم لأنه يقول لك أنه فقد أمه، والمفروض أن نحن ما نعبر عن مشاعرنا حفاظا على مشاعرهم اللي فقدوا أمهاتهم. شو رأيك بهذا الموضوع من ناحية الإتيكيت؟ نحن لازم نعمل واجبنا تجاه أمنا. صحيح. فالمناسبة مناسبة عالمية، مناسبة وطنية، مناسبة على المستوى المحلي، إنه هيدا يوم الأم، تعبير عن الأم. فاللي فقد أمه بهالمناسبة بذكره قدي لازم يترحم عليها، قدي لازم يقدم صدقات، قدي لازم يعيد ذكراها، قدي لازم يتحدث عنها. فأنا ما لازم ينشغل بالي هو شو بيشعر، أنا علي أني أنا استمتع بهذا اليوم، قدم واجباتي تجاه أمي، عبر بقد ما بقدر عن مشاعري الصادقة، وبنفس الوقت هو نفسه بعطيه فرصة أنه هو يعبر عن ذكرياته مع هذا مع والدته في هذا اليوم. صحيح. هل باستطاعة الأبناء أن يسألون أمهاتهم شو يبون هدية في هذا اليوم؟ يعني نحن بالإتيكيت لا، بالإتيكيت لا، عنصر المفاجأة مهم. لا، لأنه نحن بدنا السعادة والرضا، عرفتي كيف؟ بعدين نحن بنحس بالسلوك الراقي، إني أنا براقب سلوك الأم دائما، فأنا بعرف شو بتحب وشو بتحتاج وشو شيء. لكن لا، ما بيمنع، يعني إحنا بالإتيكيت هو أن لا يخالف العادات والتقاليد والدين، فما في شيء بيمنع إنه لا ما أسأل، ممكن أسأل. نعم. بس لأنه الأم لما بتسأليها أنت بتقلك لا ما لازمني شيء وما بدي شيء وما وشكرا والله يخلي لي إياكم، وهذا شعور حقيقي
حقيقي، لكن انا بحس انه تعبير بهذا اليوم، تعبير عن المودة. بما ان المفروض نحن نعبر عن مشاعرنا من هذا المنبر، بقول لي كل أم كل عام وأنتوا بألف خير يا رب. شكرا لتواجدك اليوم ويانا أكيد ندى فنري خبيرة الإتيكيت، يعطيك ألف عافية وكل عام وأنت بخير. وأنت بخير يا رب، وشكرا لكم وكل الأمهات كل عام وهن بألف ألف خير. وأنت بألف خير. ختام يوم نسأل عن الجمال، نقول بأن الأم هي أجمل ملكة رأتها أعيننا. الأم هي الحب الأول والأخير في حياة أبنائها. أكيد هذه كانت أسرارنا لليوم، في أمان الله.